نتواجد الآن وسط شارع جمال، حيث يحتشد هؤلاء المواطنين استجابة لدعوات النداءات التي أطلقها ناشطون لتحرير المدينة وإنقاذها من الحرب، واستنكارا للخذلان الذي يتعرضون له من قبل الحكومة ومن خلفها التحالف العربي. توشك هذه المحافظة على دخول عامها الثالث من حرب الجماعات الانقلابية التي خلفت أرقاما متزايدة من الضحايا، ما بين قتلى وجرحى وانتهاكات متعددة مارستها الميليشيات ولا تزال مستمرة. هتافات متعددة وغضب شعبي هنا وسط غياب بوادر التحرير ومؤشراته، وهو ما يترك تساؤلات عدة، أهمها: هل ستجد إزالة هؤلاء السكان طريقها نحو المعنيين، أم أن الخذلان سيظل سيد الموقف لهذه المدينة التي أرهقتها آلة الحرب؟ حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.